صباح الخير على حضراتكم مرة تانية، وخلونا قبل ما نبتدي فقراتنا نصبح على زميلتنا في الاستوديو منى ونعرف منها أخبار الطقس. صباح الخير يا منى. صباح الفل يا فسنت. صباح الخير يا أحمد. صباح الخير. أهلا بيكي منى. يعني قولنا بقى، احنا بردانين قوي قوي، درجة الحرارة واحنا جايين الصبح كانت 8 تقريبا، فاحكي لنا كده بقية اليوم ايه الأخبار؟ بصي يعني توتر في العلاقات ما بيني وما بينك، البرد هيبقى مكمل شويه معانا، بس ده متوقع وده حاجه ظريفه. يعني الثمانية دي قاعده معانا شويه اليوم، شويه قاعدين شويه كتير. يعني احنا في شهر طوبه، وقلنا قبل كده ان شهر طوبه بيخلينا دايما حاسين بالبرد، فاحنا يعني نقدر نقول ان احنا في نص طوبه، قدامنا لسه يمكن اسبوعين كمان في البرد الشديد ده، وبعدها الامور تبقى افضل بكتير. هنستعرض ده مع حضراتكم دلوقتي جوله سريعه في احوال الطقس. النهارده الطقس هيكون بارد على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه وشمال الصعيد، وهيكون في نشاط رياح على مناطق من القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه. ده غير النهارده في فرص امطار خفيفه لمتوسطه على مناطق من السواحل الشماليه والوجه البحري، كمان هنلاقي امطار خفيفه على مناطق من القاهره الكبرى. كمان درجه الحراره النهارده ممكن تكون 15 درجه في القاهره، اعلى درجه حراره هتكون في شلاتين 24 درجه، واقل درجه حراره هتكون في كاترين 10 درجات. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد قليل. خلينا على طول نرجع لأحمد والفسنت نبتدي معاهم فقراتنا وأخبارنا. اتفضل يا أحمد واتفضل يا فسنت. شكرا ليك منى الشراوي، أكيد بالتأكيد يعني هنتابع معاكي كل ما هو جديد في الطقس تحديدا. شكرا منى. شكرا.